ككرة الثلج، تكبر أزمة الرواتب في العراق بمختلف الاتجاهات، فالفساد المتفشي وشيوع المحسوبية بات فوق طاقة المواطن العراقي على التحمل، وهو يرى القوانين تفصل لمصالح شخصية ضيقة بعيداً عن همومه التي تزداد كل يوم. عمال بلدية بابل أعلنوا إضراباً عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم ورفع المظالم عنهم بسبب ما يعانونه من اضطهاد، مع تهديدات بالفصل لكل من يطالب بحقه. عمي احنا نطالب بحقوقنا، احنا إجراء يومية، أنا صار لي 16 سنة أداوم بلدية الحلة، أجر يومي. نطالب بحقوقنا على القرار 315، احنا نريد حقوق يثبتوننا على عقود، على القرار عقد وزاري اهلا وسهلا، ما يثبتون احنا باقيين ما نطلع. مباحي ومحنا معتصمين، لا عقود، وعدونا بقطع ما اعطونا، ها؟ وعدونا بتعيين ما اعطونا. زين هسه اقول لك شغله، انا من 2004 علي هسه صار لي اجور يومي. الدغم الروح لا يفقه به العمر. ويقول موظفو وعمال بلدية بابل انهم لجأوا الى الاعتصام بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم، مؤكدين بقاء الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم المشروعة. احنا بالنسبة ان عمال بلدية الحلة مظلومين من الدائرة ومظلومين من الدولة، ما لنا اي استحقاقات لحد الان. احنا مطلبنا الوحيد اذا ما نفذوا احنا ما ننسحب منها، باقين على الإضراب مالتنا وما عندنا اي اشكال. احنا عمال الاجور اليومي لبلدية الحلة نطالب اليوم بتثبيتنا وتفعيل ماستر كارد اللي هاي اللي انطونا اياها صار له من 2019، يضحكون علينا بدون تفعيل ورقه بيضاء هيك شيله وشمره. انا اجري كله 12000 دينار. واربع جنايات سوي 24 12000 دينار، هسه مالك سوري 25 خاف صعبه عليه الدوله الميزانيه، 12000 دينار. تقعد لي اربع جماع، عطله فلان، عطله فلتان، عطله راح، اجت عطله، استلمت لي كله 200 240 250. زين انا من قاعد بيت ايجار واموري تعبانه، واصدق من ذاك ومن هذا، والناس تبكي على حالتي. انت مشبعني، انت مطيني، انت تدري بطل الزيت بيت صار علي، تدري كيلو شكر بيت صار علي. ولا يبدو ان الحكومه ابهه بشرائح واسعه من موظفي العقود الذين طفح بهم كيل الظلم والتجاهل منذ سنوات دون أي بصيص أمل يلوح بالأفق لحل أزماتهم التي تضاعفت بعد القرارات الحكومية التي رفعت الأسعار لتغطية العجز المالي الذي خلفه فساد الطبقة السياسية. هذا الكتاب وخلي أراويك اسمي حتى لا يقولون كذابة.